سلام عليكم. اللعبة نزلت تحديث للاندرويد وللاي او اس من يومين وصلحت كتير مشاكل. كتير من الناس صارت عندهم اللعبة سلسي والجرافيك تحسن، ولأول مرة بلشت شوف تعليقات ايجابية، وخاصة بعد ما نزلت هذا التحديث على جهاز الاس 24 الترا صار شغل اللعبة عندي افضل من الايباد برو. متخيلين؟ الايباد فيك تقول الفريمات بيكونوا بين الستين والتسعين وماكسيموم للمئة فريم، اما الاس 24 الترا فبيوصل للمية وعشرين فريم. بس مع مبرد، بلا مبرد ما بيمشيش الحال. بلا مبرد يا معلم، لا الايباد برو ولا الاس 24 الترا ولا الايفون 15 برو ماكس بيعطوك سلاسه يا اخوان، لانه مشكله الحراره عن جد لازم يلاقوا لها حل. هيدي مشكله الحراره بتخلي الجهاز يعلي، بتخلي الجهاز ينزل فريماته، فهي اساس المشكله هي الحراره، لانه بتاخده من البطاريه كتير. فيا رب الشركه تلاقي لنا حل بقى. حتى اذا بتلاحظ الفرق بين تقييم اللعبه على الاب ستور وعلى الاندرويد رح تعرف شو عم بيصير. يعني على الاندرويد تقييم تحت الارض 2 ويمكن حتى وصل اقل من 2، اما على الاي او اس فتقييم عالي واصل لل 4.4، وهذا الشيء لانه اصحاب اجهزه الاي او اس مقرشان. اللي عم يحكي انه اللعبه فاشله فبتفهم رايه، لانه معه حق. اذا اللعبه مش عم تمشي معه منيح معه حق يحكي هاي. وبنفس الوقت الناس اللي عم تمدح اللعبه لانه ماشي عندها 120 فريم سبتين من دون مشاكل فكمان متفهمه. فباختصار لازم نتفهم اراء الاثنين. على كل حال ارائنا ما بتفرقش ولا بتقرب ولا بتاخر، الجيمات كلها معباية لعيبة وبدون بوتات، هيدا أهم شيء. جيم اليوم متعة لا توصف بمودرن ريسيرجنس، بتبقى متنقل من تيم لتيم يا معلم. عن جد يا إخوان لازم ببجي تسرق هيدا المود، لأنه عن جد كتير حلو. حتى بلود سترايك سرقته حتنزله بشهر 4. فقبل ما نبلش أوعك تخلي الألعاب تلهيك عن صليتك. فبس خرع الجيم ليتس جو بيبي. هنظبط الشعرات يا اخوان كرمال التصوير. او نو، شو الشعر هذا؟ بدي حلاقه، لازم احلق انا يا اخوان، لازم لي حلاقه. هسه راح يحلقوا لك بالموب. لا عيب عليك، انا بحلق للناس. ميسي عمك ولك كريستيانو رونالدو عمك انت وياه، افضل لاعب في العالم. واحد نوك. اوشيت بلعك. ثاني نوك. بلعته تعال هون. بدي فنشو هيدا. في واحد عندك يا ورطه، في واحد عندك لا يا ورطه. لا 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 لا. ولك تعال هون فنشك. مش عم يقبل فنشو. تعال هون. ولك فنشو مش عم يتفنش. تعال هون. ما يقبلش فنشو يا اخوان. شت كنت بدي اقول لكم ليش مش لابس طاقيه تفنيشي. غير تقول لي من البدايه عيني. لك والله حرام عليك يا زلمه. بدي نزلوله. شو هذا اللاج؟ اوه شيت اوه شيت، في لاج يا اخوان، عندي لاج بالانترنت. في واحد فوقه، في واحد فوقه. لك بلا طلع وحده بدك. ايه هذا الناس على هون؟ تعال انزل لعندي. عمال يفنش ولد الذين يا راجل. هذاك واحد هناك، واحد هناك. بلعته بلعت حالي. وين؟ انت برا برا. اكواني خيي برا ولك برا برا من نفس البيت جوا. خرب وبل. هالاخت جوا انا هون. او يا الله بلعوني بلعوني يا اخوان، الانترنت سيء سيء الانترنت. شو اسم اللعبه؟ اسم اللعبه ابو دمرته ببجي. ولك بدي بلع اللي ما بيبلع. هذا اللي معانا هذا الرابع مش قصه بعربي انجليزي. اوكي بلع هذا. اسمعوا ولك ليش مش لابس طاقيه؟ بوم. لا وينو؟ لك وينو يا الله. صاحبه صاحبه روح ثاني. روح له الكدره الكدره الكدره. ولك بلع. لك لك بشرفك لك 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 شو اسمه الجرافيك، الجرافيك خارق، اللعبة خارقة، ال 120 فريم خارق، كله خارق بخارق. يا الله ما شاء الله يا الله، قد ما امدح هذه اللعبة بكون عم اكذب. صعدونا صعدونا. في ناس هون، في ناس هون. او شيت انت وين وين انت وين وين رحت؟ انت بس قل لي وين رحت. تعال تعال مع مع دماوي مدري شو اللي معنا. علي 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 خي علي وين رايح يا خيو؟ تعال 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 ورطه ورطه تعال فهمت. مش هذا مش هذا مش هذا، بدي يعمل ريفايف لحاله. وين بلعوكم دبل عيال
هو هذا يا يا بدي بلع لك اياه والله خلص والله بدي بلع لك اياه هذا ابو السنايبر تفنشني وينه تعال هون بلا بلعت لك اياه بلعت لك اياه ايزي الله كفو رب كفو جيمي جون وراك انتبه تعال هون لك تعال لك تعال اقول لك العيون كل واحد بيحط لايك ايزي وراي هالملعون هذا بلعته هيدا تعال هون ولك ليش مش لابس طاقية روح بيو والله لعبي يا اخوان شو بدي احكي شو بدي احكي الواحد يعني يعني شو ممدعت هاللعبي شو بكون يا اخي يا خي جيمينج اون كذاب كل عم بكذب روحوا لعند التاج روحوا لفرجي مين التاج التاج لازم تعالوا لك يا تاج التاج لازم يكون عند كل واحد بيحط لايك اي والله اي والله اللي بيحطوا لايكات على راسي على راسي من فوق تعال هون يا ابو التاج ولك تعال اقول لك ولا قبلعت فنيشي ولا عيون كل واحد بيحط لايك روح كلك هالكف ولا ايزي مين بلع يي او نو بليز نو وين هذا اللي بلعك يا ده خيو بلعته خلص كفي 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 الريفايف كفي كفي خليك عم تعيشه لو مخليه يطلع احسن والله راح يبلع هذا هون لك ايه لك مشي اه قرب في وينه لك في واحد هون كمان لك وينه لا ولك ولا واحد واحد هنا وينه فوق بلعته بلعته ايزي اه بلع 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 يلا يلا روح 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 يا الله شو اه ولك ورايه بس واحد تاني بلعوا لا اقول لك وينه نايس بلعناهم كلهم روح 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 بش عليهم لهودي يلا 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 على اللود اوت على اللود اوت تعال على اللود اوت ايش ما رحت على اللود اوت ورطه في ناس هون بدي اقتلهم اخلص منهم يلا على اللوب الكليت اهم من اللود اوت يا خيو والله بلعتني دله معدل او شيت او شيت بليز نو بليز دونت كيل مي انا فايت لجوا يا خي اتكل على الله اوه بلعني ما سبطوش بالاول شيت 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 نو بليز نو نزعنا الجيم يلا انا اشتريتك يلا كفو علي كفو عليك انا خلص بنجيب الجيم هلا خلص الجيم إلنا صار بالجيبه كفو كفو حزر ليش صار بالجيبة ما نحزر معوف السالفة هاي جاك ومالتك لك فضل السلاح لك والله فضل السلاح قتلوا إذا بده طلقة جي جي قتلته لك حتى آخر واحد ما قتلناش العمى شنوب أنا ابلع ولا كبلع